نحن بعد الانفجار كنا عم نعمل برمي عم نمسح كل المباني الأثرية اللي تضررت من الانفجار. بدعم من مكتب اليونسكو ببيروت ومن فاندز اللي جاي هو من الحكومة الألمانية، حطينا حالنا بتصرف المديرية العامة للآثار لنقدر نعمل الأعمال الضرورية الطارئة اللي صارت من بعد هالكارثة الكبيرة تبع انفجار مرفق بيروت. Germany has been the first country to respond to the initiative of Li Beirut. We want to say thank you to all the partners. Everybody has supported the Li Beirut initiative. For us as UNESCO, this is a huge, huge advantage. اخترنا 12 مبنى لحتى يكونوا عم بيدعموا وينعمل لهم شيلتر من الشتاء. وقت عملنا الدراسة لنعمل التدعيم ما قدرنا نوصل لهون. كله رجع الدعم من تحت ورجع نعمل كونكريت ريبير لكل الأجزاء اللي كان الحديد مبين فيها. هذا العيار واحد من 12 مبنى يلي كانوا أصعب شيء إنه يترمموا. الضغط كان كتير كبير، أثر عليه بشكل كتير كبير، وتقريباً كل الواجهة تبعه انفقدت، بطلت موجودة. جمعنا الحجار اللي لقيناه هون، فكينا الحجار اللي كانت مهددة بعد إنه توقع حتى ننطر حملة الترميم الجديدة. هيدا العقار هو بيواجه دغري البور. نحن الأعمال اللي عملناها هون أعمال تدعيم مبدئية للواجهات وللفتحات، وسكر عم نسكر ونحميه من الشتاء. بهيدا العقد الأساسي تبعه كمان اضطرينا ندعمه على الويت وعلى المي اللي عم بتفوت، وممكن كمان على البلاست على الانفجار صار عندنا هيدا الكراك اللي هون. هيدي الواجهة كمان الحجر كانت واقعة، رجعت انفكت مثل ما هي وتعمرت مثل ما كانت. هودي من المباني الأثرية المهمة مضطرين نحن نحافظ عليها، لأنه هولي بيحملوا تاريخ الواجهة القديمة تبع بيروت مقابل المرفأ ومقابل البحر. نحن ببيت عثماني بعده محافظ شوي على الطابع العثماني القديم تبعه. بتشوفوا انه دعمناها كلها بسقالات حديديه بطريقه انه يصير كمان السقف ثابت بطريقه انه ما يشكل يهبط. حاليا المبنى صار بوضع امن، ما بقى في اي خطر انهيار فيه او خطر على الجيران او على الطريق او على الابنيه المحيطه فيه، بانتظار مرحله ان الله راد ثانيه لاعادته لوضعه الاصلي لهيدا المبنى. إذا بتتذكروا إنه في إجل فريق from Chile، they suspected a heart pulse in this building. This building is highly damaged. كان عنا high risk. Everything was challenging in this project. هون مبين عنا القسم يلي انهدم، والقسم يلي بقي كان مهدد كتير بالانهيار. السقوفيات يلي كانت مكسرة في سبب إنها تسقط بطريقة سريعة. حمل السقف مثل ما هو نزل على الأرض بطريقة سليمة وسيف. وهيك تنظف المبنى وصرنا نفوت على كل غرفة من الغرف يصير فيها تدعيم لحماية الأسقف من إنها تسقط. أصرينا على إنه هالمبنى يبقى ويدعم حتى يكون مثل المباني التراثية اللي تأثرت ونحافظ عليها. مدور 229 هو مبنى كتير قريب على البور وكتير تضرر، هو خليط بين حجر رملي وبيتون. هيدا الحجر يخفف الأوزان بقلب المبنى، كانوا شاطرين بالعمار. نحن كنا كتير أمينين، حافظ على كل شيء وقع تا يرجع يصير صالح للسكن. هلا هون المبنى هيدا تكنا تبعوه طارت بعد الانفجار، تكسر كل الأرميد وتكسر بارتي مهمة منه. عم نزيد لها إليمونات للمحلات المكسرة لنقدر نعملها شيلتر مؤقت. يعني هيك مباني تطلع كيف مشغولين البريسيزيون كانوا يشتغلوا فيها، حرام يعني لازم نحافظ عليها قد ما فينا. هون هيدي الثلاث قناطر اللي هي موجهه دغري على البور، في عندنا شركه الكهرباء اللي هي اكلت العصف كله، كانت كلها مهدمه، كانت تحت نلموا العواميد وحجارة ونعملوا بازل وتركبوا هون. ما في خبركم شو شعوري هيدا، أنا بنت الحي هون، أنا خلقانة بهيدا الحي، وهيدا البيت صار إلي 50 سنة قاعدة فيه، بحبه بطريقة قاعدني بأبارتمون دو لوكس بقول لك لا ما بدي غير بيتي. هوية بيروت تتميز بهالبيوت التراثية. أرزمان في اليونسكو مديرية التراث مثل ما قلنا يلي هن سعيوا كتير لحتى يحافظوا على هالايدنتيتي تبع بيروت. ثانك يو لكم وللكل يلي ساعد ويلي ساهم.
For us, for UNESCO, the initiative Li Beirut is fundamental to support Beirut reconstruction, rehabilitation, both in the education sector and cultural heritage. First of all, I would like to thank UNESCO, also the Directorate General for the Antiquities, for all the work they've done here right away from the beginning. I'm really impressed what has come out of this work. It's expensive, it's tedious, it's time consuming, but a lot of things have been done. كان هيدا منظر كارثي لنا بس بعد 6 اشهر من وقتها لهلا قدرنا عملنا كثير انجازات على الارض وهذا اللي بيعود للتعاون المثمر يلي صار.